طيب، لكن الامور جيده بالنسبه ليو بادجيو، موجود طبعا في بعثه الفريق يعني بامر طبيعي. طب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا مع السيد حسن علي عيسى الامين العام لنادي الهلال السوداني عشان نطمن منه على كافه الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي. استاذ حسن، مساء الخير على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التحية لقناة الأهلي النادي الشقيق النادي الصديق، والتحية عبر قناة الأهلي لكل رياضي مصر ولشعب مصر الشقيق. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا دايما في قناه النادي الاهلي وسعداء جدا بهذه المداخله، وعايزين نطمن من خلال حضرتك على كافه الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي بعد قليل، وهم في طريق خلاص للسودان. الترتيبات عباره عن ايه وكل التجهيزات الخاصه باستقبال البعثه؟ نعم، كل الترتيبات تتم على اكمل وجه وتجري على قدم وساق. عدت قبل قليل من لقاء عظيم في ملعب الهلال الجوهر الزرقاء، حيث استقبل السيد رئيس نادي الهلال سعادة السفير المصري وأركان حربه، واستقبل أيضا وفد المقدمة الذي أتى بقيادة سيد مدير الكرة وعدد من الأشخاص. كان اللقاء يعني أخويا حميما وديا وصادقا، حيث أعرف رئيس النادي عن سعادة كل الأهل وكل الشعب السوداني بخصوص بعثة الأهلي التي ستصل بعد قليل. وأيضا بالنسبة لوصول وفد المقدمة، وأكد على عمق العلاقات التي هي نتاج للتاريخ وللمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، وهناك علاقة خاصة تربط الأهلي بالهلال. ونحن كنا نقول ولا زلنا نقول أن الأهلي هو هلال السودان والهلال هو أهل القاهرة، وهم في ديارهم وبين أهلهم وذويهم، وكل الامور تسير على ما يرام كما اكد السفير المصري في مداخله لقناه الهلال قبل قليل. بل قلنا اننا لن نكتفي بمطلوبات الكاف، ولكن نحن تحت تصرف بعثه نادي الاهلي الشقيق والصديق متى ما طلبوا، ونحن نعتبر طلباتهم اوامر. ده أمر جيد جدا في الحقيقة، ودايما العلاقات جيدة ما بين الشعب المصري بالتحديد والشعب السوداني، وأيضا ما بين الأهلي والهلال، أكبر من أكبر الأندية في أفريقيا. فبالتالي أنا عايز أخد تعليق من حضرتك على الشحن اللي حدث خلال الفترة اللي فاتت من بعض الجماهير القليلة، وكيف تعاملت إدارة الهلال مع هذه الجزئية تحديدا؟ لم أسمع السؤال جيدا. بتكلم بخصوص يا فندم الشحن الجماهيري اللي حدث من بعض الأفراد أو من بعض جماهير الهلال السوداني خلال الفترة اللي فاتت وقبل هذه المباراة، وكيف تعاملت إدارة الهلال السوداني مع هذه الجزئية؟ لا لا لا، أنا حقيقة أقول أن جمهور الهلال هذا سبق له أن نال شهادة الجمهور المثالي، وهناك متفلتون في كل مجال، وليست الضرورة أن يكونوا هم شعب الهلال العظيم. كويس. حتى ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي نحن أول من طالب بالتحقيق به، لأن المسألة أكبر من ليست مجرد يعني مباراة يمكن أن تؤثر على العلاقات. المباراة والرياضة عموما وكرة القدم هي وسيلة التواصل بين الشعوب وتوثيق العلاقة بين الأشقاء، ونحن الذي بيننا أكبر من مباراة في كرة القدم. الطموح مشروع لكل فريق، ونحن سنفعل ما بوسعنا كي ننتصر، والأهلي أيضا له نفس العقل، ولكن أي تفلت يصدر ليس هو بالضرورة يمثل رأي وشعور وإحساس وما يكنه الهلال والشعب السوداني والشعب المصري ولنادي الأهلي الشقيق. ده أمر جيد جدا ومؤكد بكل تأكيد، لكن عايز أتكلم بالتحديد كمان عن أبرز طلبات النادي الأهلي، خصوصا بعد ما وصل كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق بالأمس. كانت إيه أبرز الطلبات لحضرتك؟ ما فيش أي طلبات، كل اللي طلب هو كان جزء من هذا اللقاء. طلبوا أن يزوروا ملعب الهلال، طلبوا أن يتفقدوا ملعب الهلال. كويس. جرت العادة أن يتم هذا في البواء أو في التمرين اللي هو الذي من حق المجلس من حق الفريق الأهلي، ولكن مع ذلك أتيحت الفرصة وأصبحت الزيارة ليست مجرد زيارة للتأكد من الملعب أو لتحسس الملعب، أصبح لقاء ودي كبير ولقاء حميمي، ووقفوا على الملعب وغادرت انا الملعب قبل قليل، كنت في رفقه السيد رئيس نادي الهلال وفي رفقه الوفد المصري بقياده سعاده السفير. لم تكن هناك طلبات ترفض على الاقل.
طيب كويس، عايز اتطرق لعدد الجماهير اللي ممكن تحضر هذه المباراه بتحديد جمهور نادي الهلال، وكيف يدخل جماهير النادي الاهلي للملعب، هيكون من خلال ايه؟ ايه الامور او الاجراءات اللي من خلالها يدخلوا؟ هذه اشياء نوغشت بالتفصيل بالامس في اجتماع اللجنه المنظمه، وحدد مكان معين لجمهور الاهلي، وايضا حددت ساعه بيع التذاكر. هناك تذاكر اكراميه ستمنح لجمهور الاهلي، كما منح الاهلي الهلال 500 تذكره، سنوفر لهم 500، واذا دعا الحال سنوفر لهم اكثر. ليس هناك اي مشكله في تخصيص تذاكر للدخول، وليس هناك اي مشكله تعترض هي هذه المباراه شانها كل المباريات. انا استغرب كثيرا من هذا الزخم، ومن هذا بعض الاحيان يكون هناك تهويل، يصورونها كانها معركه حربيه. ابدا، هذا لقاء اشقاء، لا يحسب علينا اي تفلت غير مسؤول. ده أمر جيد جدا يا أستاذ حسن، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة والهامة جدا مع الأستاذ حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني.